استشهد أكثر من 100 فلسطيني السبت في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن نحو 100 فلسطيني استشهدوا جراء قصف صاروخي استهدف بناية سكنية تعود لعائلة عبيد على رؤوس قاطنيها في مخيم جباليا، وأصيب العشرات ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.